الأطفال عدم المبالغة في النفس والوجدان ونفس تحديد نقاط التقصير اعتبار المرحلة السابقة للزواج. هنا يسبق الحل هو الطلاق طلاق مبرر وليس مطلوب عمل جماعي. اجتماعية للطلاق وأثار التسرية والأثار قد يكون الأمر حقيقي ولكن ربما ليس فقط على مجرد زيادة الوعي مثلا بالحقوق القانونية. الموضوع هي في الواقع أثار كثير من التساؤلات لأنها تتحقق ومرتبطة بزواجها. هذه الورشة نستعرض فيها ورقات علمية في محاور مختلفة منها اقتصادية واجتماعية ونفسية لعرضها على الحاضرين. نتطلع أن في نهاية الورشة أن تكون هناك توصيات ومخرجات للحد من هذه الظاهرة اللي هي الحقيقة تفشت في المجتمع الليبي بحالات كثيرة جدا، يعني تزايد أعداد المطلقين في الآونة الأخيرة مما ينم عن وجود مشكلة أو في منظومة القيم الاجتماعية داخل المجتمع. قرار الطلاق المبكر عند الضرر هل ورغبة مشكلة الطلاق المبكر أو ظاهرة الطلاق المبكر لها أسباب عميقة، ومن أشد الأسباب ومن أعمق الأسباب هو قضية سوء الاختيار، سواء بالنسبة للرجل للمرأة أو المرأة للرجل، كلاهما ينظر إلى الأمور البارزة، الأمور الظاهرة، المال، الوظيفة، السيارة، السكن كذا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المعيار في الاختيار. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، يا سلام، دينه وخلقه. إذن ننظر إلى الدين هل هو صاحب دين، وننظر إلى الأخلاق هل هو صاحب معاملة حسنة، فنبرز له القبول ونقبله زوجا لابنتنا. وكذلك الذي يريد أن يتزوج امرأة لابد أن ينظر إلى معيار الدين والخلق، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكلما دققنا في قضية الاختيار وأن يكون الاختيار على منهج الله، كلما كانت الحياة الزوجية حياة سعيدة هانئة بسم الله ما شاء الله. وكلما تركنا جانب الاختيار ودققنا في الخيارات الأخرى أو العناصر الأخرى، المال والسكن والمنصب وكذا، هذه تزول بزوالها وتبقى المشاكل معناها عويصة أمام المسلمين. ولكن اليوم نرى قد يكون بيت بسيط ولكن فيه سعادة، وقد يكون قصر مشيد ولكن فيه شقاء وبلاء، لأن عنصر الدين والأخلاق معناها جعلناه هباء منثورا. اقتصادية للمرأة واستقلالها المادي له دور في استسهال الطلاق. التربية السليمة والعلاقات الأسرية الناجحة. ألا تكون هذه هي نهاية النساء، أن الزواج هو مرحلة من مراحل خلافة الله في الأرض.